الدرج كلموا بابا قالوا ليه رانا مش هجيو لسفيان غدوة نهزو في تونس نفرح. والله العظيم يا بيت يعني فرح فرحة كبيرة ياسر فوق اللازم أصلا. كنت السبعة نستنى في جماعة فرحة نستنى في جماعة الطراجية شيزوني البار. الحقيقة معناتها شعور ما يتوصفش معناتها سورتو هو مسكين كيف شفتوه معناتها كيما مصدوم معناتها ما بقى حتى ينجم يحكي سكت معناتها كان إن شاء الله إن شاء الله غدوة يكون نهار حلو ياسر في حياته. الظروف معناتها اللي هو موجود فيها يمكن ما يمكن سألت برشا عليه هنا وعرفت برشا حاجات معناتها عليه سورتو ان شاء الله قدرة ربي معناتها الاوبجيكتيف اللي ان شاء الله نترشح قدامي فينا باش نهديه له ومن بعد قدرة ربي ان شاء الله باش نتلاقوا بيه على خير. هذا سموحة مالكش كبر. اه يدلو. بالتنسيق مع إدارة الإسبيرانس وترجي ستور دونك تكفلنا باللي برودوي الكل لسفيان بيسكو ولد العائلة والإسبيرانس ما تخليش أولادها معنا. جيت للتراجي وقابلت اللاعبية وفطرت معاهم وفرحوا بيا ويعطيهم الصحة. أحسن نهار في حياتي كي جيت للتراجي. غرامة بها من صغري يا العالي واللي بوجيت وين علينا غدا مش نمشي نتفرج على المعطش وإن شاء الله يرمي وإن شاء الله يترش كالشهر السوري طاير بروي طول عمري عايش ناوي شعل سفيان باش نربحو غدو خليك بسمين ان شاء الله نوعدو مول ما ان شاء الله نعطي المريض تاعي والكل غادي باش يفرحوا به ان شاء الله ونفرحوا الكل في رحبه ان شاء الله.